دخل عندي خويا البيت وقال لي راه كاين شي حد بغى يشوفك. انا فرحت، فكرت في رشيد وهو يقول لي محمد اللي بغى يشوفك. استغربت، ايش بغى محمد وليش جاي؟ وهو يقول لي يا خويا انا ما كنتش باغي نخليه يشوفك، ولكن هو قال لي انا جيت على اساس ولد عمتها وجاي نطمئن عليها. سكت شويه وانا نقول له هاني جايه نشوفه. حتى خويا استغرب من ردة فعلي، علاش نوافق؟ ولكن انا ما بقى بيني وبين محمد والو، عنده الحق، هو ولد عمتي لا اكثر، اذا نشوفه على داك الاساس. خرجت عنده وجلست وشاف فيا شوفة المشتاق، شافني كي وليت دابله وقال لي سمحي لي يا مروه، انا السبب، انا اللي وصلتك لهذا العذاب وعطيت فرصه للشمايت يتكرفصوا عليك. قلت له اللي فات مات، احنا ولاد اليوم. قال لي اه احنا ولاد اليوم. سمعيني يا مروه، انا ما عمري نسيتك وعمري غادي ننساك. انا ندمت على النهار اللي تفارقت فيه عليك، ندمت حيت فرطت فيك، عرفت قيمتك دابا ملي عشت مع غيرك. مروه انا عايش في الجحيم، واخا عندي الولاد، ولكن ما دقتش طعم السعاده من نهار تفارقت معاك. انتي كنتي الحب وكنتي الحياة، ومن نهار تفارقت معاك وانا كئيب. مروة انتي مختلفة على كل نساء، انتي عمرك خليتيني نعس غضبان، كنتي ديما كتقلبي على سعادتي وعلى راحتي، كنتي صابرة معايا وصابرة مع امي وصابرة على الفقر. هادي اللي تزوجت بيها عمرها حسيتني انني راجلها، عمرها قلبات على راحتي، ديما مدابزة هي امي، ما كتسمعش كلامي، ما حاسبانيش واش كاين اصلا، ما كتهلاش في ولادها وفي دارها، ومقابله غير خوال الخاوي، كتشكى من قله الشي، وباغاني نقتل راسي باش نجيب ليها ما بغات. وبقيت كنتصنت ليه بحال ليلى كناكل في العسل. عمري تخيلت انني غدا نسمع هاد الهضره. ملي كمل قال لي مروه رجعي ليا، نبداو حياه جديده ونعيشو قصه حبنا اللي تمنيناها طول حياتنا. حتى امي كتضل تشكر فيك وما كرهاتش ترجعك اليوم قبل غدا. رجعي تربي ولادي، انتي ماشي ديال الدل ديال دوك الناس، رجعي ونديرك في عينيا، انا كنبغيك بزاف. سكت شويه وقلت له الحب هذاك غا هضره خاويه، ياك انت اللي قلتي لي ديك الهضره، انا درت بنصيحتك واعتبرته هضره خاويه وعشت حياتي. انت مزوج وانا مزوجه، انا مستحيل نرجع لدارك مره اخرى، واخا نموت بالجوع، واخا نعرف نرجع عند رشيد يقطعني طريفات ويدلني الف مره، على قلبي بحال العسل، اهون عليا من انني نرجع ليك يا محمد. اسمح لي، ما يمكن ليش نزيد نجلس معاك اكثر، حيت انا مره مزوجه، نط وخليته مصدوم، وانا بحال ليلى حيدتي عليا حجره قديمه من قلبي. ارتاحيت حيت بردت غدايتي فيه، واخا غا شويه حيت رد الله مدلول ليا كيطلب ويرغب. فرحت وما قداتني فرحه حيت شفت النهار اللي وراني الله عذابه مع مراته اللي بدلني بيها. فرحت بزاف لانني شفيت غليلي من محمد، والغريب انني كنت غدا نموت على فراقه، اما دابا ما حنيتش ليه ابدا، بالعكس كيبان ليا كاي شخص عادي، وعمر ما وقعت بيناتنا شي حاجه. بقيت كالعاده كنفكر في رشيد، ايش كيدير دابا؟ واش غيكون كيتذكرني؟ او لا اكيد غادي يطلقني في لحظة، حيت هنا عندهم سلطة في البلاد. قنت في الدار واستأذنت بابا باش نخرج نشم شوية الهواء. خلاني نخرج، واول ما كان جا في بالي هو الحضانة اللي كنت خدامة فيها. توحشت الدراري الصغار، دخلت ولقيت اطفال اخرين، فاجيت على قلبي معاهم وخرجت، وفكرت نمشي لبلاصة أخرى اللي محتاجة الحنان ديالنا وهي الخيرية، ملجأ الأيتام. مشيت ودخلت وكانوا أطفال في غاية البراءة، وجاني البكا، كيفاش قدروا والديهم يتخلاو عليهم؟ أنا ما كرهتش نهزهم كلهم معايا ونخدم عليهم حياتي كاملة. وكان من بين الأطفال اللي تما واحد طريبية ما زال مولودة وكتبكي، شدتني ليها ومشيت هزيتها بين ايدي، قلبي تحرك ليها وسكتات بين ايدي. فرحت وضميتها عندي وعطيتها الرضاعة رضعات ونعسات، كالملاك بين ايديا.
حتى سمعت واحد الصوت اللي خلى قلبي يتحرك من بلاصتو. قال ملاك وهاز بين ايديه ملاك. تلفت ولقيتو رشيد. حطيت البنت الصغيرة في الكونة ديالها وما حسيتش براسي ونزلوا من عيني الدموع. تمشيت عندو عنقتو بحال ليلة عمري شفتو وقلت له اسمح لي يا رشيد اسمح لي. زاد عنقني وقال ايش كتقول يا الحمقى، انا اللي خاصني نطلب منك السماحة، انا اللي ضربتك. بقيت كنبكي بهستيريا وتعلقت فيه وانا كنبكي. شد لي في وجهي وقال سمحي لي يا الملاك ديالي، ما كنتش باغي نمد عليك يدي ونوصلوا لهذا الشيء. وانا نقول له انا السبب، انا اللي استفزيتك. خرجنا من تما وتمشينا حدا البحر وقال لي انا ما بقيتش باغي نولد، انا باغيك انتي وصافي، رجعي لي. صبرتي معايا وصبرتي على عقادي وعصبيتي، ما ننكرش انني كنت كنبغي نفقسك بعض المرات بالعاني، حيت كيعجبني ملي كنشوفك مغوبشه وكتزيدي تفقسي وكتزيدي على راسك بالصبر وكتولي تباني زوينه، ولكن كنت مرتاح معاك وكنتي كتعجبيني بتفهمك ليا رغم انكي دستي من نفس الظروف الصعبه، الا انكي ما كنتيش انانيه وقلبك حس بيا. حسيت براسي طايره بالفرحه معاه. كمل الهضره وقال عقلتي على الماكله اللي وجدتي؟ قلت له اه. قال لي ما كرهتش نطيح فيها وناكل حيت داكشي كان لذيذ وكيشهي، ولكن الخطه كانت لازم نكملها. تفقست كتر منك ملي لحت ليك داكشي، قلت نوجد داكشي لحبيبي مره اخرى وكون على خاطرك. وهو يقول يخلي لي الزين ديالي واجي خاطري في حاجه اخرى. قلت شنو هي؟ وهو يقول تلبسي ديك اللبسه ديال الرقص وتشطحي ليا. انا تما تزنقت. وهو يقول حبيبه شفتك ملي كنتي كتشطحي، عندك شطيح كيحمق. شديت راسي غاب الزز داك النهار، حماريت وحشمت. ملي وهو يقول ملي كملتي ونعستي جيت دوزت ليك على شعرك، كنتي بحال شي ملاك. تما طحت في حبك وعرفت ما نقدرش نعيش بلا بيك. غطيتك ومشيت حاولت ننساك، غطيتك ومشيت حاولت ننساك بالبنات والشراب، وكنقول في راسي ما خاصني حب وعذاب مره اخرى، ولكن ما قدرتش. كنبغيك، هادي اول مره كنقولها وانا متاكد منها. ما بغيتش الولاد، بغيت نعيش معاك انتي. حسيت راسي طايره في السما، ما تيقتش راسي. عندك نكون غير كنحلم، عندك نفيق، ما بغيتش نفيق. عنقني وانا دموعي في عيني بالفرحه. زير عليا وهو يشدني وقال اجي لهنا. انا تخلعت، قلت شنو كاين عاود تاني؟ جبد لي ودني وقال لي اش كان كيدير طليقك عندكم في الدار؟ قلت اه شوف بلا ما تعصب، هو كان جاي كيطلب ويزاوق نرجع ليه، ولكن انا قلت له انا كنبغي راجلي وغدا نرجع ليه. وهو يقول نعاود نسيق الخبار هدرتي معاه نقطع حسك. وانا نقول اجي انت باش عرفتي جا عندنا؟ وهو يقول انا من نهار وقع عليك داكشي وانا تابعك من السبيطار للدار ومن بعيد، وخفت نجي نهدر معاك حيت باباك جرع علينا من السبيطار وما عطاناش فرصه نشوفوك ولا نطلبوا السماحه. قلت بابا ودابا كيفاش غدير؟ وهو يقول البركه فيك حبيبه، انتي اهم حاجه عندي. قلت ما تخافش، عائلتي الا شافوني فرحانه معاك ما غيكون عندهم حتى شي مانع نرجعو. بقينا كنتمشاو في جنب البحر. قال انا نفسي في واحد الحاجه، احنا ممكن نكفلو ديك البنت ونربيوها اللي شفتيها في الملجا، ربي غيعطينا الولاد الى كتاب، وإلا ما كتابش غنربيو ديك البنت ونديروها بنتنا ونكسبو اجر في الدنيا والاخره. شد في ايديا بجوج وباسهم وقال لي انتي غادا تكوني ليها احلى ام في الدنيا. عنقته وفرحت بزاف. دازوا الايام وفرحوا عائلتي بزاف حيت رجعنا انا ورشيد وحتى عائلته، ومشينا للفيلا ديالنا. الاجراءات ديال البنت غادا تاخد وقت، واول مره كنباتوا انا ورشيد مع بعضياتنا. دخلت دوشت وخرجت بالبنوار الحمام وشعري فازك، لقيت رشيد كيتسنى فيا. ضحكت وبقيت كنشوف في المرايا وكنشف في شعري. جا مورايا وباسني في وديناتي وفي عنقي
وقال لي كان حماق على ريحة جسمك الطبيعية. تلفت عنده، هزني وحطني فوق الناموسية ودوزنا أحلى ليلة في حياتي. فقت صباح على لمسات إيده، حليت عيني ولقيته جايب لي الفطور ومعمر لي البيت بالورد الأحمر. باسني ووكلني ماشي، هذا هو اللي عرفته النهار الأول. كان بغيه ومستعد نعيش معاه في أي بلاصة. دوزنا أيام زوينة ووجدنا الغرفة لبنتنا الجديدة اللي سميناها أمل. هي اللي غدا تعطينا أمل في هاد الدنيا. غرفتها كانت مزينة بالوردي. النهار اللي جبناها كان أحسن يوم في حياتي. بجوج وجدنا حفلة السبوع وعرضنا على جاي أحبابنا وصحابنا. داز كل شي زوين وحبيبي فرحان بيها. دوزنا أيام زوينة وبنتنا كتكبر قدامنا وقررنا نمشي ونستأنفوا العلاج وربي غيجيب الفرج من بعد. حياتنا ما خلاتش من المشاكل طبعا، وخصوصا نهار بان ديك خيتي اللي كان مزوج بيها كدور بيه، ولكن هو ما عطاهاش وقت وأكد لي باللي حبه وإخلاصه لي صادق. ونهار عيد ميلاد بنتي أمل وأنا كنوجد لحفلتها جاتني الدوخة ومشيت للطبيب بعد إصرار لوستي اللي بشرني بأن المعجزة وقعت وباللي أنا حاملة. الدنيا ما ساعدتنيش بالفرحة، وفي الحفلة خديت الميكروفون وقلت عائلتي، صحابي، بنتي وحبيبي رشيد، اليوم كتكمل بنتي 3 سنين. هذا إلى جانب خبر آخر نبغي نفرح به رشيد. بعد 9 شهور غنولي وأب وأم لجوج الأولاد، الأمل أختها ولا أخوها. رشيد ديك الساعة بكى بالفرحة، جو عنقني قدام الناس وقال لي شكرا يا أحلى حب ويا سبب سعادتي في الدنيا. واليوم بعد 5 سنين كان حكي قصتي. ولدي عنده عام وبنتي أمل 4 سنين، كتبغيه بزاف وما كان فرقش بيناتهم، كان حماق عليهم بجوج وحتى رشيد. وهذه كانت هي قصتي. وموعدنا في قصة جديدة أخرى. إلى اللقاء.